اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا. اللهم أسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم يا قوي من للضعيف غيره، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتين. اللهم اجعل يومنا برضاك يبتدي وبرحمتك ينتهي. اللهم في هذا اليوم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك، ونسألك في هذا اليوم إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل بلاء. اللهم اغفر وارحم لوالدينا والمسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس يعلينا ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم، وارفع عنا الألم والسقم، وجد علينا بفضلك فأنت أهل الجود والكرم. يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير آجلا برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا واستر عوراتنا، وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأعز ديننا ووسع في أرزاقنا ومد في آجالنا على صحة وعافية وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر
وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب دعاءنا وحقق آمالنا ورجاءنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك، اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بحق العرش ومن عاداه وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن نبأه وبحق البيت ومن بناه، ويا سامع كل صوت يا جامع كل فوت ويا بارئ النفوس بعد الموت، آتني فرجا من عندك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم اجعل يومنا برضاك يبتدي وبرحمتك ينتهي. اللهم في هذا اليوم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك، ونسألك في هذا اليوم إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل بلاء. اللهم اغفر وارحم لوالدينا والمسلمين. اللهم لا ترد لنا في هذا اليوم دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا ذا ولا تشمت بنا أعداء ودفع عنا كل هم وغم وبلاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.